عليكم الله مستمعينا وفي ساعتنا هذه العاشرة ما بعد موجز الأخبار دائما معانا حبيبنا معمر سلامة وبيشاركني في هذه الصباحية الجميلة بإطلالته الحلوة الإطلالة ذات المنجزات والنجاحات. حبيبي الله يسعدك يا رب, أنت اللي إطلالتك حلوة. الله يخليك الله يحفظك يا رب. تسلم لي حبيبي, وحن بنستفيد دائما ونستمتع مع المغذيات الجميلة. إحنا يعني في رمضان برضو قاعدين نتغذى, مو شرط أن يكون الأكل لكن صحيح. مغذيات تمدنا بالطاقة وتشحننا أنه نكون ناجحين في هذه الحياة إن شاء الله يا رب, ويكون المعلومات اللي بنديها فائدة للناس, هذه أهم حاجة إن شاء الله بإذن الله واستفيدوا منها بإذن الله. اليوم حنتكلم عن نقطة جدا مهمة أنا أعتبرها برضو وهي الإنصاف. الإنصاف أيوه. كيف إيش علاقة الإنصاف بالنجاح؟ علاقة تبدأ يعني كبيرة جدا ما تتخيلها. أيوه أنا أول مرة حقيقة أسمع هذه النقطة. طيب إذا أنت تبي تكون شخص ناجح لازم تكون منصف مع الناس اللي معك. أيوة. ما تنسب نجاحك ليك أنت لوحدك. أيوة. برضو للناس اللي معك اللي شغالين معك. نعم. يعني لا تظلم الناس. في ناس بتشتغل معك صعب تلاقي واحد يقول لك أنا شخص ناجح لوحدي. في كتير ناس بيساعدوه بيعملوا ما بيشتغل معه. أيوة. فصعب يأخذ كل النجاح لنفسه وينسب لنفسه وينسى الناس التانية. ده واحد. تاني شيء في حقوق الناس لازم تكون منصف. سبحان الله. معروف عندنا يعني حتى تعرف أهلنا أيام زمان كانوا يقولوها اللي يكون بيظلم الناس عمره قصير طول عمره. لا إله إلا الله. فالإنصاف هذه حاجة أساسية وسبحان الله موجودة حتى في ديننا, في الدين الإسلامي موجودة وفي قصص كثيرة على الإنصاف. يعني نفتكر قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما جاله المبعوث الروماني بيسأله على أساس أنه بيحاولوا يوقف الجيوش الإسلامية. نعم. وكان بيدور على سيدنا عمر بن الخطاب. أنا بختصر القصة. أيوه. وبعدين قالوا له ترى حتلاقي الشخص اللي هناك موجود. أيوه. فلقى الشخص جالس نايم جنب الشجرة ومرتاح فاستغرب يعني. فكانت المقولة المشهورة عدلت فأمنت فنمت. نعم. فسبحان الله هذه هي الأساس. نعم. سيدنا عمر الخطاب ليه وصل المرحلة دي؟ لما كان منصف مع الناس, عمل كل الناس سواسية, ما فرق ما بين الغني والفقير, ما فرق ما بين الأبيض والأسود, كل الناس سواسية. نعم. وهذا هو الأساس. إذا أنت ما كنت منصف صعب جدا أنك تكون شخص ناجح. نعم. وشوف التاريخ كله تلاقي يعني معظم قصص النجاح تلاقي من أشخاص منصفين أو مروا بظروف صعبة علمتهم الإنصاف فصاروا منصفين مع الناس ونجحوا. يا سلام, رائع جدا. هذه هي فعلا يعني حتى لو مثلا وجدنا أنه المدير مع في شركته مع الموظفين لو كان منصف معاهم وكذا هتكون المؤسسة جدا قوية وشركة أكيد مرتفعة. أكيد أكيد. وعملها صح. حيكون في نوع من المبادرة. لكن لو والله وجد أنه أي. قاعد يمشي ناس ويرفع ناس ويعامل ناس معاملة الناس صعب حتلاقي. أيوة. يعني تلاقي نفس القسم في تشقق في صحيح. عدم ولاء للشركة. نعم. شوف نحن أول حاجة قلنا التقوى والإخلاص. الإخلاص من الولاء برضو إنك تكون ليك حب للشركة, عطاء إنك تبي تعطي لها. نعم. فلما أنا أكون موظف أشوف في درجات من الناس في التعامل. يعني رئيسي بيعامل ده الشخص غير عن عاملني. نعم. كيف حتكون ردة فعلي؟ والحاجة برضو اللي نبي نحاول نوضحها أخوي عادل إنه الإنصاف يكون من ناحيتين, من الرئيس ومن الموظف. أيوه كيف؟ أقول لك كيف. من الرئيس زي ما قلنا إنه يكون منصف إنه بتعامله مع كل الموظفين. نعم. يكونوا سواسية ما في فرق بينهم. وبين الموظف إنه يكون منصف في أدائه الوظيفي. يعني إذا دوامك من 8 إلى 5 خليك على الدوام من 8 إلى 5. إذا عندك مهمات لازم تخلصها خلصها, هذه مسؤوليتك. نعم. كيف تبغى تكون ربنا يوفقك إذا أنت ما بتدي شغلك بالكامل؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لك يعني ما نقول الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم اهلا عودونا يقول لك دائما يقول لك اسعى يا عبد ونسعى معك اسعى. نعم. يا عبد ونسعى. هذه المقوله دائما بنسمعها من صحيح. اهلنا يعني. طب السعي كيف انك انت تسوي كل اللي عليك بالكامل وبعدها ربنا باذن الله هيفتح لك الطريق. فهمت قصدي؟ نعم. يعني في البدايه لا بتكون منصف مع نفسك بالضبط. أيوه. هذا الاساس. يعني لا تنتظر انه احد. أيوه. هو انت يعني للاسف احنا نطالب الاخرين يكونوا منصفين معنا. أيوه بالضبط. لكن احنا ما قاعدين ننصف بيننا وبين نفسنا وهذه ليها روشتة حنتكلم فيها انا ما ادري كيف الوقت. أيوه. انه اجلس مع نفسك وشوف كيف اذا. أيوه. تعرضت لموقف حسيت فيه عدم انصاف اول حاجه قبل ما تتناقش بالموقف او قبل ما يقلب الجزء العاطفي فيك في النقاش خلي العقل يتحكم فيك
وأبدأ حطها بورقة وأبدأ أكلم نفسك، هل أنا كنت بسوي كل الأشياء المطلوبة مني بالكامل؟ هل أنا كنت منصف لشغلي؟ قبل ما أقول لا رئيسي ما هو منصف معي. أيوة. نحن مشكلتنا وفي نسبة كبيرة جدا يا أخوي عادل، معظم المشاكل نشوفها أنه الشخص بيجيك يقول لك يا أخي أنت ما بتعاملني. طيب أها. هل بدأت بنفسك أنت؟ هو هذا، هذا هو الأساس. دائما فعلا بنعلق كل مشاكلنا على شماعة الآخرين. بالضبط، أول شيء كده، وبعدها نأخذ الخطوة الثانية أنك أنت تتناقش مع رئيسك أنت ليش كنت منت منصف معي، وليها طبعا خطوات تانية بعدها نتكلم فيها ونشرحها بإذن الله. أتمنى ندخل في يعني لو كان في أول خطوة هذه. أيوة. منها أي يعني ندخل في الروشتة، أنا مهم نحتاج. طيب. الخطوات العملية، أول شيء أنك تجلس، أول شيء تشوف جزء العمل يتكون من جزئين. أول شيء الجزء العملي اللي هو المطلوب منك في الوظيفة. أيوة. هل أنت بتسويه على أكمل وجه؟ هل أنت بتعطي شغلك على أكمل وجه؟ إيه ولا لا؟ هذا جزء العملي. الجزء الدوامي اللي احنا بنسويه دائما انه انت هل بتداوم على الوقت ولا لا. أيوة. بعض الاحيان في كثير رؤساء يعني يكونوا متضايقين انه مثلا الموظف حقه المدوام حقه من 8 ل 5 تلاقيه يبدا يجيك 10 12 وتاخر. نعم. فهذا اللي بيأثر. حنكمل الروشيت المهمه جدا حتى نكون منصفين مع انفسنا ومع الاخرين ونكون ناجحين ان شاء الله، لكن حنطلع الفاصل مستمعينا، خليكم معنا. وما زال حديثنا مستمعينا الكرام عن خطوات النجاح، ومن هذه الخطوات على طريق النجاح الإنصاف. وحبيبنا معمر سلامة واضع لنا كذا روشتة مهمة جدا. أيوة. حتى نمشي عليها ونحقق الإنصاف. أي روشتة يا أخوي عادة تتكون من فرعين، الفرع الأول تصرفات أفعال، والفرع الثاني ما يتعلق بالوظيفة. نحن نتكلم على الوظيفة. نعم. فأول شيء الأفعال، تصرفاتك، هل أنت تصرفاتك كويسة مع الناس اللي معك، مع رئيسك، ردودة أفعالك، ردة فعلك سوري، هل أنت بتتكلم معهم كويس، أخلاقك كيف؟ يعني صعب إنه نحنا نحط كل الغلط على الناس وما نشوف نفسنا، صعب إنه نحنا ما نحط مبررات للناس ونبدأ نركز في عيوبهم وما نشوف عيوبنا نحنا. أيوة. ونقول لعيوبنا لا والله نحنا أخطاء بشرية. هذه هي مشكلة نحن نواجهها. وسبحان الله هي مو بس على الوظيفة، حتى في حياتك العملية. صحيح. حتى في بيتك يعني. أيوة. مع أولادك مع زوجتك. برر للناس. نعم. لأنك يعني مو معقول تبرر لنفسك وما تبرر للناس. فهذا هو الأساس. أول شيء هل أنا أبدي وظيفتي مزبوط؟ هل أنا عارف أنا إيش بسوي؟ هل أنا بأدي كل شيء الشركة تبغاني فيه؟ هذا أول حاجة. إذا أنت سويت ومتأكد من الكلام ده، هذه الخطوة الأولى راحت الحمد لله. الخطوة الثانية أفعالك، تصرفاتك. نعم. ياما أنا شفت ناس يا أخوي عادل تلاقيهم ما شاء الله تبارك الله ناس ناجحين، لكن تستغرب ليه جالسين في نفس المكان وما بتقدمه. السبب تصرفاتهم، أخلاقهم، أفعالهم. أيوة. فالناس كثير ما تتقبلها. فأنت كيف تبغى تطلع في السلم الوظيفي إذا أنت كده؟ إذا أنت ما تتقبل النقد، إذا أنت ما تتقبل عيوب التانين، إذا أنت في أي موقف تبدأ تجاهر بعيوب التانين وتبدأ تقول شوف نول الناس ما يفهم أنا اللي فاهم، كيف حتتقدم؟ أنت طول عمرك حتكون زي ما أنت. نعم. فالإنصاف مو بس من المدير للموظف، حتى من الموظف للمدير، وهي علاقة زي ما تقول ما نقول ترضية، يعني هي الاثنين مع بعض متعلقة في بعض. فصعب إن نقول من فيها طرف تكامل بينها. أكيد أكيد. وسبحان الله يعني شوف طبيعة البشر بعض الأحيان يحبوا يعني طبيعتنا نحن إنه ما نعترف بالغلط، لكن ما فيها شيء مشكلة إنك أنت إذا اعترف بالغلط، والأهم إنك تتعلم الغلط ده وما تكرره تاني كتصرف طبعاً. تمام. في نقطة أحب أشرحها يا أخوي عادل، إنه حتى سبحان الله شوف في ديننا الإنصاف هو الأساس في كل شيء، في كل التعامل، في آيات قرآنية إنك أنت لازم تكون شخص منصف. والإنصاف لو تشوف لها شرح كامل ممكن الحلقة ما حتكفي. بس أنا عجبتني كلمة قالها الإمام محمد بن سيرين، بيقول ظلمك لأخيك أن تتذكر أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. يعني أنت أيوة. يعني سبحان الله يعني أنت شايف أشياء كويسة بس أنت ما بتتكلم إلا على الأشياء السيئة فيه. طب وهذا ظلم يعتبر. أيوة. الأشياء الحلوة اللي هو بيسويها. فعلا. وتاني شيء ابن القيم قال كلمة حلوة، كيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ يعني انت كيف تبى تنصف الخلق اذا انت ما تنصف الخالق بتعاملك مع الناس الثانيه؟
فيعني هترى مهمة دي الحاجة، إنك أنت إذا تبي تكون شخص ناجح لازم تكون شخص منصف. إيه لابد إنك أنت تحمل الميزان بيدك حتى فعلا توزن الأمور وما تخلي شيء، لأنه وجود الاختلال هذا اختلال بالذات يعني حيعود عليك على عملك على طريقك. أكيد. نحن بشر، ما احنا خالين من العيوب يا أخوي عادل. أيه. نحن فينا عيوب كل العيوب، بس لازم نحن نتقبل عيوب التانين. نعم. ونتقبل عيوبنا ولازم نتفاهم. ما ينفع انك انت تركز بس على عيبي وتنشره. نعم. تمام. وما بدي تفكر على الفضائل والأشياء الكويسة اللي فيها. رائع جدا. احنا بقي لنا دقيقة وأقل، يعني نبغى نقول بقية النقاط المهمة في موضوع الإنصاف حبيبي معمر. طيب أنا زي ما قلت لك هي شرحناها في ثلاث نقاط. الأول شيء عمليا إنك نعم. أنت لازم تكون عارف إيش بتسوي وإيش الملزم منك. ثاني شيء أخلاقك كيف أنت مع الناس. أيوة. ثالث شيء وهي المهمة يا أخوي عادل، إنك تتقبل النقد البناء. نعم. إذا أحد قال لك شيء أبدأ طور نفسك فيه. يا لا سلام. تأخذها كده خذها بصدر رحب. لا صحيح. تأخذها بضيقة إنه والله لا الشخص ده قاصد إنه يبين غلطي. لا يا أخي يبين لك حاجة إنك تطور نفسك فيها. دي الثلاثة نقاط الأساسية أخوي أخوي عادل هي اللي حتطورك وتأخذك لقدام بإذن الله. جدا جميل ورشدت رائعة ومهمة جدا لكل من يرغب أن يكون عطيق النجاح. أشكرك حبيبي معمر سلامة على هذه الإضافة. حنطلع فاصل ومكملين معكم مستمعينا، خلوكم. وما زال حديثنا مع حبيبنا معمر سلامة عن الإنصاف من طرق النجاح. حتى تكون ناجح لابد تكون فعلا منصف مع نفسك قبل مع الآخرين. صحيح. نحن زي ما قلنا خلينا نختصرها بسريع، إنه اعمل رشدة لنفسك. الرشدة إيش هي؟ إنه شوف نفسك كيف. أول شيء طبيعة شغلك، هل أيوه. انت بتديه بالكامل، انت عارف ايش اللي عليك وايش اللي مو عليك، ده واحد. نعم. تاني شيء كيف اخلاقك، هل هي مظبوطة مع الناس، هل تعرف تتعامل مع الناس، ايش رأي الناس عليك وانطباعك. واهم من النقاط الاثنين دي النقطة الاساسية الاعتراف، وتبدأ تطور في نفسك بحيث انك انت تشوف نفسك ان شاء الله في الطريق الصح. طبعا عشان نختم النقاط دي لازم نقول قصة مرة مهمة حصلت في عام 2008. نعم. بس عشان نركز على كلمة الإنصاف ككامل. في عام 2008 كانت النكسة المالية المعروفة اللي صارت في اقتصاد أمريكا، وطبعا في كثير شركات تأثرت. واحدة من الشركات دي خلينا نخص واحدة منها، شركة باري وولمر. باري وولمر هذه شركة جدا مشهورة في إنتاج منتجات كثيرة، وعندها كذا منتج. إيش اللي حصل؟ كانت عندها عقود مع شركات، العقود دي بقيمة حوالي 20 مليون دولار. لما حصلت النكسة المالية أتلغت العقود هذه، وكانت الشركة في مطب جدا كبير. طبعا اجتمعوا مجلس الإدارة للشركة هذه، وأول قرار على طول فكروا فيه إنه يبدأوا يسووا تصنيف للموظفين ويبدأوا يمشوا الموظفين. كان القرار بالإجماع ما عاد شخص واحد قال لا، اللي هو رئيس مجلس الإدارة بوب شابلن. طبعا في قرارات مجلس الإدارة إذا ما كانت بالإجماع صعب يطبق القرار. نعم. كانت بوب شامن لي نظر مختلفة، قال لا خلينا نجتمع مع بعض، خلينا نوجد حلول للمشكلة دي. جلسوا واجتمعوا مع بعض لين ما لقوا حل استراتيجي اعتبروا من أروع الحلول الاقتصادية اللي صارت. نعم. إيش قرروا؟ قرروا قرار، والقرار ده إنه كل موظف في الشركة من الفراش لأعلى واحد موظف شغال في الشركة لازم ياخذ إجازة من 4 إلى 6 أسابيع بدون راتب. إيش كانت فكرة وروعة القرار هذا؟ إنه لما بوب شابمن عرضوا للموظفين قال لهم أنا أفضل إنه كلنا ناخذ ضربة خفيفة جدا بسبب ظل المشكلة، نحن أحسن من واحد ياخذ ضربة جامدة ويمشي أو يسيب الشركة. أيوة. إيش اللي حصل أخوي عادل؟ الموظفين ارتاحوا، حسوا إنه لا الشركة مهتمة، الشركة منصفة معاهم. فبدأ ولاهم يزيد للشركة. في ناس أخذوا 3 أسابيع، في ناس أخذوا 7 أسابيع، في ناس أخذوا 8 أسابيع. نعم. إيش المحصلة النهائية يا أخوي عادل؟ إنه في نهاية السنة الشركة بدل ما توفر 20 وفرت 30 مليون. نعم. يعني حلت مشكلة المالية. صح. ووفرت كمان مكسب زيادة. اللي أنا بحاول أقول لك هو يا أخوي عادل إنه كونك إنك أنت شخص منصف كتير أشياء حتفتح قدامك، كتير طرق حتكون ماشية قدامك.
مشاكل كثير حتتحل. لكن لحظة انك انت تتخذ قرار والقرار ده انه والله مجحف شوية او ما بتفكر ولا ما بتدرس ايش حيكون ردة فعله على الناس، بابدا نجاحك يتخلص. ايوه طبعا. عشان نختصر، ايش مشكلة عدم الانصاف؟ تلاقيها سبحان الله كنفسيا هتلاقي النوم يروح منك، تلاقي الناس اللي يحبوك يبدأوا يبعدوا عنك وما يقدروا يقربوا منك، تركيزك حيكون دائما على مشاكل التانين وما بتديه مبررات. لكن سبحان الله لما يجي ولا أحد يقول لك يا أخي أنت عندك مشكلة، تبرر تقول يا أخي طبيعة البشرية. أيوة. وتبدأ تخسر الناس منك، وزي ما قلنا هذه هي ببساطة شيء. وهذه من مشكلة الإنصاف، عدم الاعتراف بأنه هناك في مشكلة أساسا، وهذه أيوة. خلاص يعني يمكن ما منه حل يا أخوي عادل. هي مو هنا كمان المشكلة الأكبر، أنك أنت تطالب الناس أن يكونوا كاملين، لكن أنت لا عادي، أنت ما عندك مشكلة كده، وهذا هذه المشكلة الأساسية. نعم. أنت كيف تبغى أنك يكون الشخص اللي قدامك خالي من العيوب؟ ولا ولازم يكون منصف وهذا، لكن أنت لما تسوي مشكلة أو تغلط غلط تتوقع الناس أنه تبرر لك وتقول لك لا أنت هذا غلط طبيعي. فعلا هذه المشكلة. لذلك مهم جدا فعلا أن نراجع أنفسنا ونراجع حساباتنا بموضوع الإنصاف، لأنه ممكن نفقدها حتى لو كانت جزئية، كمان لله عز وجل أولا وآخرا. وممكن الواحد مو شرط أنه نقول والله قد يكون نقول لا أنا كيف تقول لي، لكن إلا تكون عنده مشكلة أكيد لابد من حلها. بس نقفلها أخوي عادل. الاعتراف بالحق فضيلة يا أخي. إذا أنت عندك مشكلة قول، ما فيها شيء. صحيح. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. أنت حاسس أنه في عندك مشكلة، قول أنا عندي مشكلة ما فيها حاجة. بالعكس هذه شجاعة أنك تعترف بغلطك، لكن إنك ما تعترف بغلطك هذه للأسف من أكبر العيوب. نعم. الله يعطيك العافية حبيبي معمر. حبيبي الله يسعدك. حديث جدا جميل ورائع ومهم حقيقة على طريق النجاح، إنه نتصف بهذه الصفة. أكيد. صفة الإنصاف. أكيد. أشكرك وأشكركم مستمعينا الكرام، حديث شيق وما زلنا مع خطوات متزايدة ومتلاحقة للوصول إن شاء الله، بل والاستمرار على طريق النجاح مع حبيبنا معمر سلامة في حلقاتنا القادمة.